فلت فلت الحصى هذه ذبحتني اخي. مسك طرف حكرته فلت. الطريقه هذه يسمونها طرح الضب مكانس. المكانس يعني اللي على طرف جحره. الضبان طال عمركم لو شافت احد مارها يجحر، هو ما يجحر اصلا، ما يبي يجحر، ما يبي يتعب نفسه يجحر عشان يعود بسرعه. ولو صار القايله في القيض بعض الضبان يقيل على طرف جحره، يقيل على طرف جحره طال عمركم عشان يدور البراد، فيسمونه يكانس. يكانس يعني مثل اللي يكنس الجحر بعكرته، يجي يدخل عقب يفتر ويوقف، فتكون جحرته عكرته بارزة. هذا عكرته داخل ما هي بارزة. والحصى هذه هي اللي ذبحتني، شوفوا هذه يعني يدي يلا دشت من هنا شوفت عينكم. لو هذه مفتوحة كان أنا سويت هالشكل ومسكت عكرته. فأنا صار لي عدة محاولات ما لقيت الجحر المناسب اللي أطرح فيه، فيسمونه مكانس. لجا بالقيض القايلة يكانس. فنجي قبل نمشي ونشوف، لو صار مكانس دخلنا يدنا شوي شوي مثل ما انتم شفتم. انا صورت لكم عكرته، ما ادري براجع الفيديو ما ادري بينت ولا لا، ومسكت طرف عكرته لكنه فلت. الطرف ما ينفع، اصابع اثنين هذا اللي مسكته، الحصى حدتني وازتني. فالعمليه شلون؟ تجي جحر الضب طال عمرك اللي لقيته مكانس، تجي عكس الهواء. هذا الهواء الان شوفوا، شوف الهواء، انا جيته عكس الهواء، يعني لانك لو جيت على الهواء بيحس فيك وينحاش، وتجي حافي وتمشي شوي شوي حتى النفس تحاول انك ما تتحرك ما تطلع نفس، وتجي بدون نعول حافي ودشداشه. الدشداشه طال عمرك ليش صار في مثل الهواء هذه، تقعد ترفرف الدشداشه تطلع الصوت، تقط دشداشتك لو بغيت تطرح الضب وهم كانس. هذا اللي انا قدرت اصوره لكم، وإذا صار فيه بالمستقبل إن شاء الله التصوير قدرت أمسكه بيدي شيء مناسب فأبصوره لكم. هذه طريقة طرح الضب باليد اللي هو يسمونه الضب المكانس.